السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية. أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم لم تنل عيني من الغمض. في المحاضرات الماضية تحدثنا عن الحق في ثبوت النسب، وفصلنا القول في ذلك، فبينا أن المحافظة على النسب مقصود شرعي كلي من مقاصد الشريعة المطهرة، وذكرنا أن للشارع تشوفا إلى إثبات النسب، فهو يثبته بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها. ثم تحدثنا عن البصمة الوراثية واستخدامها في مجال إثبات النسب أو في إثبات الجرائم في القضايا أو في المسائل الجنائية أو في تحديد الأطفال في حالات الاشتباه في مستشفيات الولادة ونحوها. اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نواصل الحديث حول حقين، حول حق الرضاعة وحول حق الحضانة، وفي كل منهما كلام تفصيلي أرجو أن نقف عليه في مجلسنا هذا إن شاء الله. ابتداء، الرضاعة حق من الحقوق الشرعية الثابتة للولد شرعا. إن الله جل وعلا كلف الأمهات فقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومن ثم اتفق السواد الأعظم من أهل العلم على أن الرضاعة واجبة على الأم في باب الديانة، ما دامت الزوجية قائمة بينها وبين زوجها فهي ملزمة شرعا وملزمة قضاء، تجبر على ذلك بالقضاء أن ترضع ولدها، لا سيما إذا تضرر ولم يقبل ثديا غير ثديها، لا تستطيع أن تمتنع عن إرضاعه ولا تمنع من ذلك، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا يجوز أن يفرق بين الأم وبين ولدها، لا يفرق بينها وبين ولدها، فإن من فرق بين أم وولدها فرق الله بين أحبته بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالمقصود في هذا المقام أنه ما دامت الزوجية قائمة، سواء أكان قيامها حقيقة أم كان قيامها قياما حكميا. ما معنى إن الزوجية قائمة قياما حكميا؟ في حالة المطلقة في طلاق رجعي فإن الزوجية في مدة العدة لا تزال قائمة حكما، المرأة لا تزال تقيم في بيت الزوجية، لا يزال زوجها يجري عليها النفقة. الله جل وعلا سمى زوجها بعلا، لا يزال بعلا، فقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالزوجية قائمة حكمة، الرجل لا يزال يسمى بعلا في كتاب الله عز وجل، النفقة تلزمه حتى أيضا في مثل هذه الحالة. فيعني إن الرضاعة واجبة عليها في الحالتين، في حال القيام الفعلي للزوجية أو القيام الحكمي، كما كانت يعني كما لو كانت معتدة من طلاق رجعي. طيب، أما في حالة يعني إذا طلقها وبانت وخرجت من عدتها ولم تصبح نفقتها واجبة على زوجها، لا يكون الرضاع واجبا عليها إلا إذا تضرر الطفل، إذا حرمت عليه المراضع، إذا أصبح لا يقبل ثديا إلا ثدي أمه، في هذه الحالة تلزم بإرضاعه قضاء كما تلزم به ديانة. طيب، هل للأم أجر على الرضاعة؟
إن كانت الزوجية قائمة قياما حقيقيا أو حكميا فلا أجر على الرضاعة بلا نزاع، إذ لا يجتمع الأجر والنفقة، فهي لا تزال في عصمة زوجها، لا يزال مكلفا بالإنفاق عليها، ولو ملكت أموال الدنيا كلها فإن زوجها لا يزال مسؤولا في باب الديانة عن أن ينفق عليها، وما دام ذلك كذلك فلا تستحق أجرا على الرضاعة. يعني لأن عندما ترضع إنما تمارس حقا وتؤدي واجبا، حقها أن ترضع طفلها فلا يحال بينها وهو بين ذلك، ويلزمها كذلك أن ترضع طفلها فلا يجوز أن تمتنع من ذلك إلا لأسباب طبية. إذا وجب أعذار طبية تحول بينها وبين الرضاعة تلك قضية أخرى، فإن الضرورات يعني تعتبر وتقدر بقدرها. طيب لو كانت الزوجية انتهت لا حقيقة ولا حكما، ليست قائمة لا حقيقة ولا حكما، يعني انتهت عدتها وأصبحت أجنبية تماما، في هذه الحالة يشرع لها، أقصد أنه يجوز لها أن تطالب بأجر على الرضاعة وتستحقه، سواء اتفقت مع زوجها على مع مطلقها على هذا أم لم تتفق. يعني كأني الأصل المعتبر في هذا أنها إذا طالبت بالأجر تعطى، حتى ولو لم يكن ذلك بناء على اشتراط مسبق قبل الرضاع. لي قالوا لأن الأمة تندفع بفطرتها وتندفع بجبلتها إلى إرضاع طفلها، فلا يفسر سكوتها عن طلب الأجرة أنه تبرع منها بها، بخلاف ما لو أرضعته امرأة أجنبية نقول لها إذا اشترطت قبل الرضاعة فلك شرطك، وإذا لم تشترطي فيعتبر هذا تبرعا منك بالرضاعة. إيه الفرق بين الأم وبين الأجنبية؟ لأن ليست النائحة كالثكلة، الأم مندفعة بجبلتها بفطرتها إلى إرضاع طفلها، ولا تفكر في أي شيء إلا أن ترضعه وأن تسد حاجته، وقد يحجبها هذا عن المشارطة والتفكير في الاتفاق المسبق على أجرة. لكن المرأة الأجنبية المستأجرة للرضاعة لا تحمل هذا الكم من العواطف تجاه الطفل، وبالتالي بنرجع إلى القواعد العامة، فيه اتفاق مسبق أهلا وسهلا، ما فيش اتفاق الماضي هذا نعتبره تبرعا ونستأنف اتفاقا جديدا في المستقبل. طيب الحضانة، وما أكثر مشاكل الحضانة في هذا البلد، لأن نسبة الطلاق ارتفعت، المنازعات الزوجية تضخمت جدا، وتسعة أعشار ما نستقبله من قضايا واستفتاءات إنما تدور في هذا الفلك في قضايا أسرية، وسبحان الله الأسرة هذه هي الحصن الحصين، لأن الرجل إذا أمن حصنه الداخلي، إذا عاش سلامة داخلية، السلامة الداخلية مقدمة للسلامة الخارجية في التعامل مع المجتمع، أي توترات داخلية وانقباضات واحتقانات تنعكس سلبا على كل عطاء يقدمه الرجل في أي مجال من المجالات، فلنحرص ما استطعنا على السلامة الداخلية على ألا تخترق حصوننا من الداخل، ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أرجو أن يطامن الزوج قليلا من توقعاته، وأن تطامن الزوجة قليلا من توقعاتها، لا ترفع سقف التطلعات والطموحات والتوقعات إلى مستوى عالي جدا، فعندما لا تجد في الواقع تتألم وتحبط، وقد يؤدي هذا بها إلى يعني إلى انفجارات في لحظة من اللحظات. طيب الحضانة، إنما نتحدث عنها بمناسبة امرأة مطلقة، لأن المرأة إذا كانت في تحت إمرة زوجها وداخل الحياة الزوجية لا تناقش هذه القضية، إنما تناقش إذا وقعت فرقة بين الزوجين ووقع نزاع لمن الحق في الحضانة. الحضانة ابتداء معناها
القيام على طفل لا يستطيع أن يستقل بتدبير شؤونه، يحتاج إلى من يحرسه، إلى من يحفظه، إلى من يربيه، إلى من ينشئه، إلى من يتولى شأنه. لا يستطيع أن يستقل في ذلك وأن يقوم به بنفسه. أول شيء يبحث في هذا المقام ترتيب المستحقين للحضانة. في المقدمة وبلا نزاع الأم، اتفقت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية أن في مقدمة المستحقين للحضانة الأم، ثم يظل استحقاقها للحضانة ما لم تتزوج بأجنبي عن المحضون. أنت أحق به ما لم تنكحي. جاءت امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لأنت أحق به ما لم تنكحي. لا يفرق بين والدة وولدها، فإن من فعل ذلك فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طب حتى كلمة ما لم تنكحي هذه يعني تأتي عليها قيود تعلم من القواعد العامة للشرع المطهر إلا إذا كان الولد في زمن الرضاعة. حتى لو تزوجت وبأجنبي والطفل لا يزال يرتضع من أمه، فلا يزال حقها قائما لأنه لا يستغني عنها إذا كان لا يزال في زمن الرضاعة. أو كان به عاهة، الولد نزل معوق مثلا ولا يستطيع أن يقوم بحضانته إلا أمه، فلا ينتزع منها ولا يبعد عنها حتى ولو تزوجت بقريب أو بأجنبي. يعني دائما الأم يعني تكون في مقدمة المستحقين للحضانة للجانب الجبلي، يعني العواطف لا تفتعل، المشاعر لا تصطنع، ده انصباب جبلي وتعاطف خلقي نحو هذا الطفل لا يعدله شيء آخر في هذه الدنيا. لقد قال ابن عباس لرجل أراد أن ينازع مطلقته وأن يأخذ منها الولد، فقاله إن ريحها وفراشها وحجرها خير له منك. يشم ريحة أم فقط، شم أن يشم رائحتها، إن ريحها وفراشها وحجرها خير له منك، حتى يشب ويختار لنفسه. ومن اللقطات المضيئة في هذا المقام أن اختلاف الدين رغم أنه من مسقطات الحضانة إلا في حالة الأم، إن اختلاف الدين لا يسقط حضانة الأم، فهي الأولى بحضانة طفلها وإن كانت مجوسية أو كتابية، لأن الشفقة لا تختلف باختلاف الدين. هذا جانب جبلي غريزي طبعي. نعم، وعلى ولي المحضون الحرص على تعليمه وتأديبه، أن يعهد به إلى دور حضانة، إلى مدارس إسلامية، ممكن يكون عنده أو في هذه المدارس في الصباح وعند أمه في المساء. يعني حق يعني الحضانة اللي بيسموها الليجال كاستدي، يعني مش الفيزيكال كاستدي، يعني إن هذا الجانب لابد أن يشرف عليه الوالد باعتباره هو المسؤول عن الديانة والتربية والتعليم والتوجيه. طيب إذا سقطت الحضانة عن الأم أو الأم مش موجودة أصلا، تنتقل الحضانة إلى أمهاتها، لا يزال ناحية الأم أيضا، إلى جدته لأمه. نعم، قال لأنها في معنى الأم يعني لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحضون بأكمل من غيرهن. يعني ما بينتقلش مباشرة في الصحيح إلى والده، لما ينتقل إلى جدته لأمه إن كانت لا تزال على قيد الحياة وفي حالة صحية ونفسية تمكنها من الحضانة.
طيب إذا لم توجد الجدة لأم تنتقل الحضانة إلى الأب لأنه أصل نسبي طبعا وأقرب من غيره وأكمل شفقة فقدم على غيره. طيب إذا لم يكن الأب موجودا تنتقل الحضانة إلى أمه، إلى أمهات الأب أي الجدات من قبل الأب. طب إذا لم توجد جدات تنتقل الحضانة إلى الجد، إلى والد الأب الأقرب، فالأقرب كذلك. طب بعد هذا لا في أب ولا فيه جد، تنتقل الحضانة إلى الأخوات. أنتوا فاكرين في ترتيب الولاية في عقد النكاح لما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة، فاكرين الكلام ده؟ فنفس هذا الترتيب إذا انتهينا من جانب الأب ووالدته ووالده ينتقل الأمر إلى إيه؟ إلى الأخوات. وطبعا تقدم الأخت الشقيقة عن الأخت من جهة واحدة لأب أو لأم. يعني ثم قال ومن العجيب هنا أنه تقدم الأخت لأم عن الأخت لأب، لأن الحنان والشفقة الجبلية أقرب في جانب، يعني إذا اشترك الإخوة في الأم يبقوا أقرب وأكثر لحمة وأكثر تراحما وأكثر تواصلا من أن يشتركوا في الجانب المقابل. وهنا جانب الرعاية والحضانة ملحوظ جدا، لأن الحضانة مقررة في الأصل لمصلحة المحضون قبل أن تقرر لمصلحة الأب أو لمصلحة الأم أو الجد الناحية دي أو الجد الناحية دي. في المقام الأول الطفل الضحية ده نريد أن ننقذها وأن نجتهد في أن نوفر له أقصى أسباب الرعاية الممكنة في حدود الجهد البشري والطاقة البشرية. طب بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات، ما هوش برضو يعني تقدم الخالة على العمة. الخالة أكثر حنانا وأكثر شفقة وأكثر التصاقا وقربا بهذا الطفل من عماته. الخالة بمنزلة الأم، لقد جاء في الصحيحين نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخالة بمنزلة الأم. تنتقل بعد هذا إلى العمات. طبعا في اجتهاد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن العمة تقدم على الخالة، فهذه قضية اجتهادية على كل حال. وبعد قضية العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة، إلى بنات الأخوات، ثم سائر القرابات اللي هم يعني لباقي العصبات، يعني الأقارب من جهة الأب. طيب موانع الحضانة، الفسق. أول مانع من موانع الحضانة الفسق. الفسق الظاهر، الرجل الفاجر أو المرأة الفاجرة، لو ثبت عن امرأة إنها ولاجة، سمعتها سيئة، تتردد على أندية ليلية، بتشرب، بتسكر، دي ما ينفعش نسيب معها الطفل، الطفل هيضيع في هذه الحالة. نحن ما تركناه عندها إلا لوفور شفقتها ووفور عاطفتها. أما إذا عارض ذلك عارض مدمنة مخدرات، لها علاقات يعني سيئة السمعة، إذا كانت أوضاعها يعني تقول إن ترك الطفل في يدها إضاعة له، فإن حق الطفل في الرعاية والحضانة مقدم على حقها في إشباع عاطفتها التي لم تحافظ عليها بما فسقت عن أمر الله عز وجل. طبعا إحنا ما بنتكلمش عن الفسق المستتر، واحد بيقطع صلاة أحيانا، واحدة بتقطع صلاة أحيانا، هذه مستترة بينها وبين الله عز وجل. لكن الحاجة الظاهرة التي تنعكس سلبا على العلاقة بالمحضون وعلى حسن القيام عليه وعلى حسن الرعاية له.
من موانع الحضانة اختلاف الدين إلا في الأم. الأم لا يمنعها من حضانة طفلها اختلاف الدين. طب لماذا كان اختلاف الدين مانع من موانع الحضانة؟ برضو حفاظا على حق هذا الطفل في أن ينشأ تنشئة سليمة، في أن يتغذى تغذية سليمة، أن ينبت لحمه وأن ينشز عظمه من حلال. يعني إذا وضع عند امرأة تستحل الخمر وتستحل الخنزير وتستحل الموبقات، فهذا إلقاء بالطفل هذا إلى المهلكة. فاختلاف الدين مانع من موانع الحضانة إلا في حالة الأم كما قلنا. الزواج بأجنبي عن المحضون، أنت حق به ما لم تنكحي. إذا زال أحد هذه الموانع بأن تاب الفاسق أو أسلم الكافر أو طلقت المرأة ثم عادت إلى حياة العزوبة مرة أخرى، يرجع إليها حقها في الحضانة. يعني واحدة طلقت فأخذت حضانة طفلها، طيب تزوجت فنزعنا منها الولد، بعد كم شهر بعد كم سنة طلقها زوجها، يرجع إليها طفلها مرة أخرى. وفي الغالب ده في الغالب بيحصل عندما تشعر أن زواجها أفقدها طفلها، تفضل متنكدة ومتمغمصة وتنكر على الرجل الجديد لحد ما تخلص من الحكاية دي عشان ترجع إلى طفلها مرة أخرى. على كل حال الفقهاء يقولون إذا زال المانع عادت الحضانة إلى ما كانت عليه، إذا تاب الفاسق وحسنت توبته، إذا أسلمت الكافرة، إذا طلقت الزوجة ممن تزوجت به بعد زوجها السابق، فإنه يرجع إليها الحق في الحضانة، لأن المسألة تدور مع هذا وجودا وعدما. هنا مشكلة بتحصل دايما، إذا سافر أحد الوالدين يا ترى الولد يبقى فين؟ هذه مشكلة تعرض كثيرا. إذا أراد أحد أبوي المحضون سفرا طويلا الحضانة للأب، إلا إذا قصد المضار بالسفر، ده راح نقل لولاية تانية مخصوص عشان يحرم الست دي من أولادها، مش هتقدر تسافر، وبالتالي قال لك ايه، اشتري دماغك وانقل الى مكان اخر بالكلية، واذا ذهب الحمار بام عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. اذا قصد المضارة على هذا النحو لا يعامل بنقيد قصده، اما اذا اقتضت ظروفه بغير مضارة السفر فان الولد يكون مع ابيه لانه الأقدر على تأديبه والمحافظة عليه، وإذا بعد عنه ضاع الولد. طيب إذا كان السفر إلى بلد قريب، هنا راح لمنطقة مسافة ساعة ولا ساعة ونص ولا شيء، نعم لغرض السكن فيه، فهذا لا يسقط حضانة الأم مدام المسافة قريبة، يقدر يشرف رغم انتقاله ولا يعجزه، خاصة في مثل زماننا هذا ساعة بالسيارة ساعة ونص بالسيارة، يقدر. في بعض ناس بينفقوا هذا الوقت يوميا في ذهاب عادي إلى الشغل، فمثل هذا السفر القصير لا يسقط حضانة الأم، لأنها أوفر شفقة على المحضون، ولأن هذا السفر لا يحول بينه وبين إشراف أبيه عليه. طب إذا كان السفر لحاجة، يعني لحاجة ثم يرجع، مسافر عمره مثلا، مسافر سفر بعيد، بس دي لحاجة، ده سفر طارئ مش سفر توطن، ليس سفر إقامة، سفر في بيزنس، سفر في عمره، سفر في حج، فإن الحضانة تكون للمقيم منهما. إذا كان المسافر الأب تبقى الحضانة للأم، المسافرة الأم تبقى الحضانة للأب. اللهم اهدنا يا ربي سواء السبيل. لكن بقيت نقطة مهمة جدا، مدة الحضانة لغاية فين الولد نسيبه عند أمه، وإمتى يبدأ يتحرك ينتقل الناحية التانية؟ طبعا اتفق أهل العلم قاطبة إن الحضانة في أيامها الأولى للأم كما قلنا، لكن وقع خلاف إمتى تنتقل الحضانة إلى
ناحية الأب. طيب الأحناف بيقولوا 7 للذكر و9 للأنثى. إذا بلغ الولد الذكر 7 أو بلغ الولد البنت، معلش التعبير ده صحيح إن كل مولود ولد، يعني إذا الولد الذكر بلغ 7 أو الولد البنت بلغت 9، هذا هو الزمن الذي تنتقل فيه الحضانة إلى الأب. الملكية ما شاء الله فتحوا الباب وأكرموا الأم تماما فقالوا إني الولد الذكر يبقى مع أمه حتى البلوغ، والولد البنت تبقى مع أمها حتى تتزوج. ما شاء الله تبارك الله. الشافعية لهم اجتهاد آخر بيقولوا إيه؟ بيقولوا لغاية سن 7 فرشور هذا الطفل عند أمه، أما بعد 7 إذا اتفقوا اتفاق شيك الحمد لله سوف نمضي لهما ما يتفقان عليه، إذا لم يتفقا يكون التخيير، يجيب الولد نخيره نقول له يا ابني تروح عند أمك ولا تروح عند أبوك، هتريد أن تبقى مع أمك أم تريد أن تذهب إلى أبيك، ويدعى له أن يلهمه الله حسن الاختيار. طبعا بعض الفقهاء يعني زاد حشي على هذا القول فقال يعني بشرط ما يكونش الولد يعني لا يترتب على هذا إجحاف به أو إضرار به في مستقبله، وهو الولد في الجملة التتشد لمين؟ للي بيسيبه يلعب واللي بيهويله واللي قاعد جنبه 24 ساعة، وبالتالي شيء طبعا طبيعي لما يختار مش هيختار غير أمه، إلا إذا أمه نكدية وطول النهار ضرب فيه وكف يبوزه وكسر نفسه ده موضوع تاني، إنما في هذه الحالة لابد يدخل فيها شيء من السياسة الشرعية، يترى اختيار الولد ده اختيار مجرد عاطفي، لأن قد تكون الأم مفرطة جدا قاعد معها 7 سنين لعلمته يقرأ ولا يكتب ولا حفظ آية من القرآن ولا أعلم أبيض ماحي، طيب وبعدين يستمر معها بهذه الصورة هيفضل في هذه الجهالة والعماية؟ فطبعا يختلف الأمر باختلاف الأحوال. طيب الحنابلة ناخد المذهب الرابع، الحنابلة يقولون 7 سنين الأولين عند أمه بلا نزاع، طيب بعد هذا إذا كان الغلام ذكرا يخير وإذا كان المولود بنتا جارية لا تخير، تنتقل إلى الأب مباشرة، لأن البنت عايزة مزيد من المحافظة، مزيد من الرعاية، مزيد من العناية، فالتخير يكون للذكر، أما الأنثى تنتقل عند أبيها. يعني ربما يكون هذا يعني صادم لبعض أفكارنا، نقول لك ده بالعكس، ده المفروض الأم ألصق بأمها وتعلمها إزاي تبقى عروسة وإزاي تطبخ وإزاي مش عارف كذا وإزاي وإزاي وإزاي، ما هو كل دي اجتهادات بشرية ليس فيها نصوص، هي فيها يعني منظور إلى تخريج على بعض يعني على بعض نصوص أو نظر في المصالح والمآلات. ومن ثم اختار كثير من المحققين المعاصرين قالوا إيه؟ قالوا الحقيقة المسألة دي تترك إلى القضاء، القاضي يستهدي بهذه الاختيارات، بنقول له الأحناف قالوا 7 للذكر و9 للأنثى، الملكية قالوا إلى البلوغ للذكر وإلى الزواج للأنثى، والشافعية قالوا 7 ويخير، والحنابلة قالوا 7 ويخير في الذكر والبنت تنتقل جبرا إيه؟ إلى أبيها. فجهة التحكيم اللي بتباشر الحالة تختار من هذه الاجتهادات ما تراه أقوم بمصالح المحضون، يا ترى في الحالة المعينة دي أيهما أرفق بالطفل وأقوم بمصالحه، فتختار جهة التحكيم من هذه الاجتهادات. والحمد لله أن في ديننا فسحة وفي فقه علمائنا هذه التوسعة الثروة التشريعية الهائلة الكبرى، نختار منها ما يحقق مصلحة الطفل بحسب الزمان والمكان والحالة المطروحة قدامنا والحيثيات المحتفى بها. مسألة مهمة هنا جميلة، هل إذا وقعت خصومة بين الزوجين هل ممكن الأم تتنازل عن الحضانة
عايزة تخلع زوجها. فقالت له اسمع، أنا هرجع لك المهر وهسيب لك العيال. هل يمكن أن يستخدم الولد مادة التفاوض؟ وإذا جاء إذا كان الزوجان على مشارف الانفصال والمرأة في حال خلع، لا. شوف القرآن الكريم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والقرآن أطلق. لكن هذا فيما يتعلق بالمال، تأخذ قد المهر، تأخذ ضعفه، تأخذ نصه، دي قضية يتفقان فيها. لكن الحضانة دي مش بتاعتها، مش مقررة لمصلحتها، ما تخلاش مادة نقاش ومادة تفاوض مع والد الطفل. لابد أن ينظر فيها ابتداء إلى من؟ إلى الطفل نفسه، إلى مصلحة الطفل المحضون. فلا تدخل يعني كبند من بنود التفاوض والنقاش عندما تحدث فرقة بين الزوجين. يعني لا يقبل، هي يقبل أنها تتنازل عن النفقة إن كان عندها هي مال، لأن إنها تبقى قضية مال في النهاية يعني. لكن الجانب يعني الفيزيكال اللي هو يعني الكينونة مع الولد والمصاحبة له، المساكنة له، دي قضية ينبغي أن ينظر فيها في المقام الأول إلى مصلحة الطفل المحضون. طيب أجرة الحاضنة، حاضنة من حقها، هل من حقها أنها تطالب بأجرة عن الحضانة؟ إن كانت زوجة، إحنا قلنا الزوجة من واجباتها أن تحضن الطفل وترضعه وتقوم بشأنه، لا يجمع لها بين النفقة والأجرة. لما جوزها بينفق عليها ما تطلبش أجرة على الحضانة. نعم، لكن إذا كانت مطلقة فإن لها أن تطالب بنفقة على الحضانة، لأن منفعت، لأن الزوج الجديد استحق منافعها بعقد الزواج. فجايبه له ولد ومشغوله بيه وطول النهار بترضع ولا بتغير هدوم ولا بتغسل ملابس، الكلام ده سوف ينشئ في نفس الزوج غيره، وحاس انها الولد واخدها منه ومش مهتمه بيه، وتبدا مشاكل ويبدا النكد ما بين الزوجين. فعشان نعمل نوع من انواع البالانس، من حقها انها تطالب بتعويض، لعل التعويض ده يعمل شيء من البالانس في الحقوق والالتزامات. يعني فمن حقها في هذه الحالة إذا لم تكن تجرى عليها نفقة من زوجها لأن الزوجية قد انتهت، ففي هذه الحالة يشرع لها أن تطالب بأجرة على الحضانة. الأجرة هذه تتمثل في أن لها الحق في النفقة، إطعام الولد، إطعامها مع ولدها، وكسوتها مع ولدها. وصدقوني يا أحبابي، إحنا بتمر بنا حالات، في حاجات انت بتاخدها فور جارانتي، انت مش منتبه ليها. يعني واحد استأجر يعني امرأة عشان ترعى اولاده لان زوجته انتقلت الى رحمة الله وسابت له طفلين صغار. انا اتصلت بي، يعني تلك المرأة بتقول لي انا شغالة 24 ساعة 7 ايام، يعني حاسس انها دي مش جوبة واحدة، دي كأنها بتشتغل 3 وظائف، أنا 24 ساعة 7 أيام. المعنى ده إحنا بناخده من زوجاتنا وناخده من أمهاتنا، كأن حاجة، كأن هنا في هي 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 يعني شغالة إيه؟ هي يعني أصلا بتهبب إيه؟ بتعمل إيه؟ ده عاملة حاجة ضخمة جدا جدا. لو دي مش موجودة في حياتك يا سيدي الجليل، لا تعرف تشتغل ولا تمارس أي مهنة في الخارج، هتتبهدل، هتتدمر. أرجو أن تقدر هذا المعنى. والله المرأة تقول لي أنا شغالة 3 وظائف، أنا 24 ساعة 7 أيام، يعني لا يكفيها أجرة موظفة واحدة، ده أنا على طول الولد ده بيصحى، ده بينام، ده بيصير، ده بغير لي، ده بطبطب لي، ده بأكل، ده بشرب. ده الكلام ده إحنا بناخده مجانا، مش حاسس حجم النعمة اللي ربنا أعطاك إياها عندما هي لك زوجة صالحة مستقرة في البيت مفرغة ذهنك تماما. أنت شغال برا وأنت مطمئن وساكن النفس وهانئ البال، بترجع لبيت البيت متنظف ومترتب ومكنوس، واللقمة مطبوخة والدنيا متزبطة، وعيالك بيبتسموا لك ونضاف ومتعطرين،
مش حاسس انت بحجم النعمه دي، والله ما تحس بيها الا اذا فقدتها وبدات كده تلف حوالين نفسك. وساعتها لا يشعر النعم، لا يشعر بالنعمه الا فاقدها. صحه يتاج فوق رؤوس لصحاء لا يشعر به الا المرضى. بتقوم من النوم الصبح بتروح بتذهب الى الحمام وحدك، لا حد بيسندك ولا حد بيساعدك. هذه النعمة التي تأخذها مجانا ومش حاسس بيها، انظر اللي عنده فشل كلوي واللي عنده واللي عنده واللي عنده واللي بينقلوه على نقال عشان يودوه الحمام عشان يقضي حاجته، واللي عنده واللي عنده واللي عنده. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعوذ بالله من الظلم ومن الكفر. السؤال، عندنا أم قالت أنا عايزة فلوس، وواحدة قالت أنا هتبرع بالحضانة. وجدنا الأب ما بين خيارين، واحدة متبرعة، الله أعلم هي متبرعة ليه، متبرعة يعني مناكفة للأم مضارة لها. وجدنا امرأة متبرعة بالحضانة وأم يعني تطالب على حضانتها بأجر. شوفوا التفصيل الفقهي الجميل. الفقهاء يقولون إن كان الأب موسرا فالأم أولى به وإن طالبت بأجر، يدفع الفلوس دي عشان الولد، لأن استقرار الولد مع أمه أعلى بكتير وأصح بكتير من استقراره مع حضنة يعني تقوم عليه بالأجر فقط ولا تملك العواطف الجبلية التي تملكها أمه. أما إذا كان الأب غير موسر وإلزامه بالأجر إضرار به ولا نقدر على دفع هذا الضرر إلا بدفع هذا الولد إلى الحاضنة، فعلنا ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن شوفوا الفقهاء بيقولوا إيه. إذا كانت أجرة الحضانة واجبة في مال الصغير فإنه يسلم إلى تلك المتبرعة. في معنى هنا المحافظة على المال. الأب مش هيدفع بس الولد عنده فلوس، وهناخد من فلوسه وهندفع للحاضنة وهندفع لأمي، لا يبقى هنا في هذه الحالة، لأن هو مش قايم على المال، ده القايم على المال هو اللي بيتخذ له القرار. في هذه الحالة لا يتبرع بشيء من ماله. القيم على مال عام أو على مال تم تخصيصه لجهة من الجهات لابد أن تكون كل قراراته تدور في فلك مصلحة هذه الجهة، لأن من كان تحت هذه الولاية لا يستقل بنفسه، فحقه على من يقوم عليه أن تكون قراراته جميعا تدور في فلك المصلحة. طيب حق الزيارة والاستزارة والاستصحاب، التعبير الفقهي الجميل، حق الزيارة والاستزارة والاستصحاب. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين من حق الطرف الثاني أن يزوره وأن يستزيره، يعني يغدو عنده، يغدو الويك إند على بيته، يا إما أن يذهب إليه حيث يقيم أو يأخذه إلى حيث الطرف الآخر يقيم. الزيارة والاستزارة. والاستصحاب يقضي معاه وقت، يغدو ويك إند يطلع بيه يروح يجي عشان تفضل المشاعر الدافئة التي تربط ما بين الولد وأبويه. والله إذا عرفوا يتفقوا فيما بينهم الحمد لله، إذا ما اتفقوش لابد أن القاضي بيتدخل عشان ينظم هذه المسألة. والشريعة أحالت في هذا إلى عرف الناس وإلى ما يحقق مصالحهم، ومن ثم هي تقرر المبدأ حق الزيارة والاستزارة والاستصحاب. تطبيق هذا عمليا يرجع فيه إلى العرف وإلى ما يحقق مصلحة المحضون. مش بس كده، ده حق أقارب المحضون في الزيارة والاستزارة. افترض ان الطفل ده والده مات او امه ماتت، هل بقيه الناس ما لهمش حق؟ اقرباء الاب او اقرباء الام اذا انتقل احدهما الى رحمه الله ما لهمش حق في انهم يزوروا
يعني ذلك الطفل لأن حق الزيارة والاستزارة كما هو مقرر للوالدين عند الانفصال مقرر أيضا لأقاربهما إذا مات هذا الطرف أو مات ذاك. إذا مرض الولد حتى ولو كانت يعني حضنته عند والده، إذا مرض ينتقل التطبيب والتمريض إلى أمه، دي اللي قاعدة في البيت واللي أحن عليه، لأن الأب مش هيطبب، اللي هتطبب زوجة الأب، وزوجة الأب أكثر حنانا ولا الأم أكثر حنانا وأكثر صبرا. إذا احتاج إلى تطبيب إذا جلس في البيت تنتقل هذه المرحلة إلى رعاية يعني الأم، والطرف الثاني لا يمنع من زيارته ولا يمنع من عيادته ذكرا كان أم أنثى. وبقي الكلمة أخيرة، القوانين في هذا المجتمع لها جملة من القواعد، بس اسمها هي اسمها القواعد المكملة، القواعد القانونية المكملة. ما معنى مكملة؟ يعني لا تطبق جبرا إلا إذا اختلف الطرفان، أما إذا اتفق من حقهما أن يتفق على أي شيء والمحكمة تقول لهم أمين. لكن متى تتدخل؟ تتدخل عند التنازع. فنحن نحرص أن احنا نحل مشاكلنا بطريقة ودية رضائية، نحكم فيها بما أنزل الله، نرجع فيها إلى فقهنا إلى قواعد شريعتنا، لأن احنا إذا اختلفنا المحكمة مش لن تحكم بيننا بما أنزل الله ولم تطبق فينا شريعة الله، ستقضي بما يقضي به المجتمع في هذا البلد. طب آخر حاجة، يا ترى النفقة المقررة للطفل قد إيه؟ نقولنا ما يكفي طعاما وشرابا وكساء ودواء وسكنا ونحوه، قد إيه؟ برضو تلك المسألة الشريعة تحيل فيها إلى المعروف، إلى ما يحقق الكفاية. يعني قوانين الأحوال الشخصية المصرية على سبيل المثال بتقول إذا كانت الزوجة مطلقة معاه ولد أو ولدين لهم الحق في 40% من مال الزوجة المطلقة. الزوجة المطلقة أو حتى لو هي زوجة لسه لكن منهم مشاكل ومنفصلين جسديا ومنفصلين معيشيا، الزوجة معاها ولد أو ولدين، المحكمة بتديها 40% من أموال زوجها أو مطلقها. إذا زاد العدد عن هذا بتوصل النسبة إلى النصف. على كل حال 40 أو 50 ليست أحكاما شرعية جازمة، إنما يرجع فيها إلى ما يحقق الكفاية. قد يكون الأب ده يعني مليونير، مش معقول ياخد نص يعني دخله عشان يصرف على مثلا طفلين، لا يعني هم كأنهم يفترضون الدخل الأفرج اللي بيكفي الشخص مع أولاده عندما كانت الأسرة مجتمعة، فبنقسمها نصين أو 40%. وعلى كل حال كل مطلق في الشرع يرجع فيه تقديره إلى العرف، والمطلوب في النهاية والمحكم والمتفق عليه تحقيق حد الكفاية. فأي نسبة أي قدر يحقق حد الكفاية يمكن القبول بها والتعامل معها. أسأل الله جل وعلا أن يحمي بيوتنا من التصدع، أسأل الله أن يحمي بيوتنا من التصدع، أن يصرف عنا كيد الشيطان، أن يرزقنا سلاما داخليا في بيوتنا ومع أزواجنا ومع أولادنا، أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أن يجعلنا للصالحين إماما، أن يجعلنا للمتقين إماما، أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. مثل نوري كمشكاتها مصباح.